هنيئا لمن لا يتبعون مشورة الأشرار، ولا يمشون في طريق الفجار، ولا يجلسون مع المستهزئين بالأبرار. هم الذين ترضى بشرع الله قلوبهم، ويتفكرون ليل ونهار في كلمات ربهم. فهم كشجرة مغروسة عند مجرى النهر، لا تزبل أوراقها وتؤتي ثمارها في أوانها، وأولئك هم المفلحون. على غير الحال يكون الأشرار، فهم مثل الرماد تنثره الرياح، لا مهرب لهم من الحساب في يوم الدين، ولن يكون لهم مكان مع الصالحين. فالله يحفظ طريق الصالحين، وإلى الهلاك يؤدي طريق الفاسدين.